طيب قبل ما نروح على اليونان خلينا في انجلترا، ومعانا طبعا المدرب الكبير حمزة اسرار، ده طبعا مدرب شارلتون تحت 23 سنة، المدرب الجزائري القدير معانا على التليفون من انجلترا. مساء الخير يا حمزة. مساء الخير كابتن هادي، ومساء الخير لكل الاشقاء المصريين ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بك يا حمزه، طبعا بنرحب بك هنا في قناه النادي الاهلي، ومعانا طبعا الصديق عمر البنوبي معانا، وكنا بنتكلم طبعا على لعبتنا المحترفه وخاصه في البريمير ليج. خليني اسالك اولا طبعا عن محمد صلاح، ووصول محمد صلاح للرقم الهدف 100 اعتقد من خلال 154 مباراه، وردود الافعال، وانت شفت ازاي الحدث من خلال وسائل الاعلام اللي موجوده في بريطانيا كلها باحراز محمد صلاح للهدف 100 مع ليفربول. بطبيعه الحال هو انجاز تاريخي للاعب عربي ومصري من طراز رفيع ورفيع جدا، يعني لم نرى ولم نشاهد من قبل لاعب بتلك الاخلاق وبذلك الأداء الكبير جدا فوق أراضي الميدان، والكل يشيد بهذا في إنجلترا، يعني من ليس فقط مشجعي ومتتبعي ليفربول، ولكن كل الجمهور اللي حد كرة القدم في بريطانيا وفي إنجلترا يشيد بمحمد صلاح بأخلاقه بتواضعه فوق أرضية الميدان وخارج الميدان. صحيح. والأداء الكبير يعني اللي نبدو هو أحسن سفير للكرة العربية والمصرية محمد صلاح، وانجازات ما زال تكون اكثر واكثر في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. ولو اتكلمنا على محمد صلاح لازم كمان نتكلم على يعني بنتكلم على البريمير ليج بشكل كبير، وتريزيجيه كمان مع استون فيلا انطلاقه جيده جدا لاستون فيلا السيزون ده، بعد يمكن بقائهم بصعوبه جدا في البريمير ليج من خلال الموسم الماضي. لكن كمان قول لنا انت كمان رايك الفني كمدير فني كبير عندك خبرات كبيره وبتدرب كمان في شالتون تحت 23 سنه، يبقى كمان قريب ونشوفك ان شاء الله في البريمير ليج مدرب عربي جزائري قدير، اداء يعني تقييمك ايه لاداء تريزيجيه في الفتره اللي فاتت؟ أظن تريزيجي لاعب موهوب جدا، وأظن لاعب سريع جدا، وهو من اللعيبة الذين دائما أنا كنت رشحتهم لساوثامبتون منذ عامين لما كان في بروج في بلجيكا، لأنه لاعب رواق، عنده سرعة فائقة جدا، عنده جود فينيش، عنده جود اسيست، فهو يعني البروفايل بتاعه ممتاز ويلائم كثيرا للبريمير ليج، وهو موجود في فريق عريق تحت مدرب جيد جدا له سميث، اظن طبعا انه يتالق من يوم الى اخر، لان البدايه في البريمير ليج دائما تكون صعيبه شويه ومحتشمه، ولكن لانه هو عنده اداء رجولي وعنده شخصيه فوق ارضيه الميدان، تريزيجي يعني منذ انطلاقته مع استون فيلا كان مستواه راقي، وما زال حنشوف الكثير من عند تريزيجي، لانه يلعب في فريق عريق، وايضا طريقه اللعب تناسبه كثير، لانه يلعب كثير على الاروقه، هو عنده السرعه ويلعب وراه لاعب جريليش، فهو دائما بيعطيه كرات، فان شاء الله حيكون له مستقبل كبير في البريمير ليج ان شاء الله. هاخدك بس يا حمزه في جزئيه يمكن احداث من ايام قليله جدا، وانتقال احمد حجازي للاتحاد جده السعودي، وكان في بعض يعني بعض التضارب شويه في عمليه الانتقال حجازي، ان الاداره الفنيه او المدير الفني كان عايز حجازي، لكن اداره النادي هي اللي ضغطت بشكل او باخر. عايزين نعرف الكواليس وما دار في الصحف الانجليزيه عن انتقال احمد حجازي الى اتحاد جده السعودي. احمد حجازي انا لم اقرا الصحف كثيرا هنا في، ولكن انا اعرف جيدا ويست بروميج البيون، ولدي صديق يلعب مع احمد حجازي اللي هو اللاعب الليفت باك كيرن جيبز، ويتكلم على حجازي يعني باحترام كبير، وهم عايزينه انه يبقى، لانه هو يعني عرفه من يعني قمه من قيم الويست بروم، ولعب دور كبير وكبير جدا في صعود ويست بروم وعودته الى البريمير ليج، فاني فرط فيه
بسهولة، هذا الشيء صعب، خاصة وأن ما يعني مدافع محوري لا يوجد الكثير اليوم في إنجلترا، خاصة بذلك الحضور وبذلك الأداء والبنية الجسدية والذكاء التكتيكي. فحجازي حيكون خسارة كبيرة لويست بروم، وأنا لا أظن أنهم حيتركوا الصفقة تروح بالسهولة دي حتى يروح لاتحاد جدة، ولكن ما يجري في الكواليس انا ما عندي فيه يعني. هو اعتقد الـ تمت يعني خلاص، هي اعاره لمده سنه، يعني حجازي اعاره لمده سنه وان شاء الله يعود تاني للبريمير ليج. خلينا نروح من اللعيبه المصريه الى الجزائر، وطبعا يعني رياض محرز وادائه هذا السيزون مع طبعا المان سيتي انت شايفه ازاي، وننتقل منه الى المنتخب المغربي الجزائري. اسف اوكي. رياض محرز اظن ان البدايه كانت نوعا ما محتشمه، لان المانشستر سيتي كفريق هو يعني بدايته كانت محتشمه، وهو يعني جزء يتجزا من الفريق. اظن ان جوارديولا لديه بعض الصعوبات في بدايه الموسم 2020 2021. الناس بتتكلم هنا الاخصائيين بان الفرق الأخرى بدأت تعرف طريقة لعب غوارديولا، ووجدت يعني الطريقة المثلى لإيقافه من الفوز بالمباريات. والآن يعني ذهب دافيد سيلفا، ذهب كومباني، مانشستر سيتي لم يبقى بتلك القوة، لهذا حيكون موسم صعب جدا، ويجب على رياض محرز أن يتألق أكثر ويظهر بالوجه الذي يظهر به مع المنتخب، خاصة في دورة كأس إفريقيا للأمم اللي جرت بمصر. فمانشستر سيتي الآن يعني هو في بداية مشواره، ليس مانشستر سيتي الذي عاهدناه، ولكن نتمنى إن شاء الله يعني رياض محرز كلاعب جزائري وعربي أيضا أن يبدأ يتألق أكثر وأكثر ويقود مانشستر سيتي، حتى يكون فيه يعني صراع بين سيتي وليفربول، لا ترجع البريمير ليج يعني بطوله ممله كالبطولات الاخرى، لان ليفربول الان يعني يسحق كل منافسيه. ولكن في ساوثهامبتون كمان ظهر بشكل اكثر من رائع في يعني في البريمير ليج، بيأدي اداء جيد جدا لدرجه ان بعض وايفرتون ايفرتون بشكل مع انشيلوتي بيأدي بشكل رائع، وناس قالوا ان يمكن بدايات ايفرتون بيفكروهم شويه ببدايات ليفربول مع يورجن كلوب. فتوقعات البريمير ليج دايما يعني ما بتكونش مختصره على فرقتين ثلاثه، لكن بيخش فيها اكثر من فريق بطبيعه الحال، خاصه الموسم الجاري هذا 2020 و2021 بعدم تواجد الجمهور. اظن انا عدم وجود الجمهور في الملاعب اعطى بعض الرياحيه لبعض اللعيبه وبعض الانديه، اصبحت يعني توتنهام تفوز على مانشستر يونايتد في اولد لان ما فيش 73,000 بتصرخ، مظبوط، فيعطي بعض الرياحيه للخصم انه يروح الى ملاعب كبيره وياتي بيعني نتائج ايجابيه. وهذا الشيء الذي نراه مع ايفرتون بدون ان ننقص القيمه للمدرب المحنك أنشيلوتي، أكيد بالتركيبة البشرية اللي حطها هو الآن وطريقة اللعب. أكيد. يعني آخر سؤال، المنتخب الجزائري، طبعا المنتخب الجزائري أعتقد بيمر بأفضل فتراته، وحتى في مباراة أو مباراتين، مباراة أمام نيجيريا، مباراة ودية كسب 1-0، والاتحاد الجزائري بيجدد عقد جمال بالماضي ل 22 ليه طبعا نهائيات كأس العالم القادمة. شايف هذا التجديد وشايف جمال بالماضي ماشي إزاي الفترة اللي جاية؟ أظن أن وجود جمال بالماضي في المنتخب الجزائري جاء في وقته، يعني جاء في وقته، احنا بلا ما ندخل في الأروقة السياسية أظن كان فيه ثورة شعبية في الجزائر، فيعني كانت عاونت كثير أن اللعيبة جاءوا إلى كأس إفريقيا للأمم في مصر، هم عازمين أنهم بيرجعوا ويكسبوا يفرحوا الشعب الجزائري، يعني فعلا يفرح الشعب بها. فكانت احنا دائما نقول الفوز لازم يكون فيها يعني المحتويات كلها تمشي مع بعضها، وجود بالماضي حالة البلاد في تلك الفترة، وايضا ارمدة من اللاعبين اللي كانوا في نضجهم التكتيكي مثل رياض محرز، ابراهيمي، جديورة، وتدعيمهم ببعض الشبان
على غرار اسماعيل ناصري الموجود في 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 اسي ميلان اللي يأدي باداء يعني جيد، رامي بن فابيني، فكانت ارمده من اللاعبين يعني فيه مزاج جيد من الخبره للاعبين وايضا الشباب، ويعني قائد الاوركسترا جمال بالماضي اظن انه زرع روح ايطاليه في المنتخب وطريقه لعب اللي تتماشى مع المودرن فوتبول او كره القدم الحديثه. واظن انه المنتخب الجزائري في العامين القادمين سيكون مسيطر وحيكون يعني مستقبل جيد. نتمنى من الاتحاديه الجزائريه والمصريه والعرب يعني كل الاتحاديات العربيه ان تنظر وتلتفت الى تطوير وتكوين اللعيبه الجيدين، لان ليس ان يكون عندك منتخب كويس الان، لازم تشوف للجيل الصاعد والمستقبلي والعمل على المدى الطويل ان شاء الله. ده حقيقي طبعا، بنشكرك شكرا جزيلا طبعا حمزه اسرار المدرب الجزائري الرائع.